وصفة النهاردة ما يختلفش عليها اتنين. النهاردة هنعمل كفتة بس بإضافة جديدة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة يكون الدهن فيها 20%، وبصلة متوسطة مبشورة ناعم، ونكون مصفين منها المية كويس جدا ونحتفظ بالمية ما نرميهاش. وهنحتاج ورق بقدونس يكون متقطع صغير، يعني ممكن ايه 3 معالق كبار مثلا، ربع معلقة قرفة مش هنزود، ممكن اللي بيحب نكهة القرفة يزود عادي. ومعانا بهارات لحمة هناخد منها نص معلقة، وهنحط برضو الجنزبيل اقل من نص معلقة بشوية، والبيكنج باودر معلقة ممسوحة، متكونش مليانة او معلقة صغيرة ممسوحة. وانا بحب اضيف رغيف فينو منقوع في مية ومتصفي كويس جدا، بتدي للكفتة طراوة حلوة قوي. ومعلقتين دقيق كده مليانين، ونظبط بقى ايه الملح والفلفل بتاعنا. يعني انا بفضل ان الحاجه لو تطلع عذبه احسن ما تطلع مالحه، بس ايه ان شاء الله بيظبط معانا في النهايه. برضو شويه ملح وفلفل، نخلط بقى كل ده مع بعض كويس قوي لغايه ما يدينا حاجه كده نحس ان ايه ان اللحمه بقت فتل. هو ده اللي لازم نوصل له عشان الكفته ما تفكش مننا، ونتاكد ان كل التوابل والحاجات اللي احنا حطيناها اختلطت مع بعض كويس. هنخلطها حلو وبعدين ندخلها التلاجة شوية، لو مستعجلين مفيش مشكلة، بس احنا نخلطها حلو احسن ونسيبها في التلاجة تتشرب شوية من التتبيلة ساعتين على الاقل. بصوا فضلت اعجن لغاية ده الخيط اللي بقول لكم عليه، شايفين حاسين كده ان هي فيها خيوط. بس كده هنغطيها بستريتش ونسيبها شوية في التلاجة كل المكونات تدخل مع بعضها عشان ايه يطلع معانا احلى طعم. دلوقتي بعد ما سيبنا الكفتة ترتاح شوية هنشكلها في الصينية. معايا مية البصل، حط عليها شوية صلصة صغيرين عشان دي بتدي لون حلو قوي، وملح وفلفل مش كتير، ونخلطهم، وهما دول اللي هنشكل بيهم الكفتة. دهن الزيت بقى صغيرة خالص كده في الصينية. كده كده ايه اللحمة زي ما قلنا فيها 20% دهون، فكده كده هتنزل برضو الدهون بتاعتها. اي حاجة بقى نشكل بيها الكفتة عشان تبقى مفرغة من النص كده. نحط ايدينا في التتبيلة، بعدين ناخد اللحمة. طبعا الكفتة عندنا شيء اساسي في العزومات، انا الصراحة بحبها في عزومات وغير عزومات، يعني بالنسبة لي اسهل من المكرونة والبانيه. نحافظ يا جماعة على مقاس واحد، ونخلص الكمية بتاعتنا كلها. هنخلص الكمية بتاعتنا وهتدخل فرن سخن على درجة حرارة 200 لمدة 15 او 20 دقيقة، ما نسيبهاش كتير، مجرد ما لونها يتغير هنخرجها من الفرن على طول، لان الكفتة لما بتطول في الفرن ما بتبقاش جوسي خالص، تطلع بقى ناشفة اللي احنا كلنا بنشتكي من ان هي ناشفة مش جوسي زي بتاعة المحلات. فهي بالكتير ربع ساعة 20 دقيقة على درجة حرارة 200. بص احنا بنعملها شوية تخينة لان هي لسه عشان الدهون اللي فيها هتكش مننا، فنعمل حساب الموضوع ده واحنا بنشكل الكفتة. بعد ما خلصنا التشكيل هنديها دهنة كده بالخلطة اللي احنا كنا عاملينها نشكل بيها، وندخلها الفرن وهرجع لكم. عشان نقدم بقى الكفتة هعمل لكم حاجة حلوة قوي. هنجيب اكبر بولة عندنا في البيت، ماشي، عشان ايه نوقع ما نوقعش نبقى براحتنا. هنا قطعت البطاطس مكعبات وحمرتها، ماشي، وبصلة صغيرة مبشورة هنحط عليها شوية ملح وفلفل شوية صغيرين عشان ايه ملحش طبعا البطاطس لما حمرتها ما حطيتش عليها اي حاجة خالص، ولا ملح ولا فلفل، شوية فلفل مش كتير، والبقدونس ممكن معلقتين كبار حسب الكمية. كده كده كفاية، نخلطهم بقى كويس ونحطهم على البطاطس. بجد لو جربتوها مرة واحدة مش هتبطلوا تعملوها. ونحطها في طبق التقديم لغاية ما الكفتة تطلع من الفرن. كفتتنا طلعت من الفرن، ودلوقتي هوريكوا هنقدمها ازاي. نحطها كده فوق البطاطس،
بعد ما ظبطنا الطبق بالشكل اللي احنا حابينه، جينا عند اهم حته اللي مستنيه من اول الحلقه عشان اقول لكم عليها. جينا للسر بتاعنا، وهو الفحمه اللي بتدينا ريحه وطعم الشوى باسهل واسرع طريقه. هنجيب فحم سريع الاشتعال، وهكون مجهزه ورق فويل عاملاه على شكل طبق صغير. هنحط الفحمه، هكون بقى مجهزه الفويل بتاعي، هنقفل بيه الطبق كويس قوي كده، ونفتح حته صغيره خالص، نحط شويه زيت ونقفل بسرعه. خلاص عدوا الدقيقتين بتوعنا، نفتح ونشيل الفحمه، وكده وصفتنا تكون جاهزه بطعم وريحه الشوي في اسهل واسرع طريقه. اتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم، واستنوني في وصفه جديده. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.